السلام عليكم ورحمة الله. نواصل مع الجزء الثاني من الدرس الذي شرعنا فيه سابقا، المتعلق بتحليل مقال فلسفي حول نسبية ومطلقية القيمة الخلقية، وقد توقفنا عند نهاية الأطروحة وكان سؤالنا وقتئذ ما هو الطرح الذي يتعين علينا مناقشته وبتعبير آخر ما فحوى نقيض الأطروحة نعم نقيض الأطروحة هو الأخلاق من الطبيعة النسبية. فعلا إذن نقيض الأطروحة إذن الأخلاق من طبيعة نسبية، فلا وجود للقيمة الأخلاقية في ذاتها وليست مستقلة عن السلوك الذي يتصف بها فوجود القيمة الأخلاقية هنا يحدده وجود الانسان الذي يبدعها لكن ما هي الحجه التي يعني يمكن ان نستدل بها هنا؟ استاذ الحجه القيم عموما والاخلاقيه خصوصا نسبيه لكونها تابعه للانسان ومرتبطه بحاجاته ورغباته وافكاره نعم اذا الحجه كما ذكرت أن القيم عموما والأخلاقية خصوصا نسبية لكونها تابعة للإنسان ومرتبطة بحاجاته ورغباته وأفكاره. ووجودها متوقف على وجوده وهي لا وجود لها خارج هذا العالم الذاتي وهذا ما قال به السفسطائيون قديما. سؤال ما كان شعار السوفسطائيين في القديم الإنسان مقياس كل شيء فعلا هذا ما قال به قديما السوفسطائيون الإنسان مقياس كل شيء وعلى هذا الأساس نصح الإنسان بالاهتمام بما يقع في نطاق إنسانيته وأن يعتمد على ذاته فيما يصدر من أحكام لأنه مستقل عن كل الأسباب الخارجية يقولون فما يظهر لك أنه خير فهو خير وما يظهر أنه شر فهو شر أو عدل فهو عدل أو ظلما فهو ظلم السؤال الآن ما هو الطرح أو ما هي الفلسفة التي تتبنى هذا الطرح أيضا؟ هي الفلسفة الوجودية مع سارتر فعلا إذن إن الفلسفة الوجودية مع زعيمها جون بول سارتر الذي يقول ليس لي ولا أستطيع أن ألجأ إلى أي قيمة ضد هذه الواقعة وهي أنني أنا الذي أؤمن الوجود للقيم وأنا وحدي أقرر دون تبرير أو اعتذار فسارتر يوضح انه لا وجود للقيمه الخلقيه الا بوجود الانسان وليس لها في ذاتها كيان مستقل عن ذاته فالاشياء والافعال لا تحمل في ذاتها قيما بل الانسان هو الذي يمنحها اياها وهو الذي يصنع قيمه بنفسه ما دامت الحريه هي نسيج وجوده سؤالنا الآن بعد أن تعرضنا إلى السفسطائيين وإلى الفلسفة الوجودية مع سارتر ما هي النزعة أو الفلسفة التي تبنت الطرح ذاته أيضا أستاذ نعم الفلسفة الوضعية في علم الاجتماع مع دوركاين أحسنت اذن من القائلين بنسبه القيمه الخلقيه اصحاب النزعه الوضعيه الاجتماعيه دوركايم بريل واوغست كونت فهؤلاء يرفضون التسليم بوجود قواعد كليه وثابته ومطلقه اي يسير بمقتضاها السلوك البشري تصلح للناس جميعا فالخير حسبهم ما تعارف عليه الناس في زمن ومكان معينين بحجه تعدد صور الحياه وتعدد البيئات واختلاف الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه لذلك يقول دوركايم ان التجانس الخلقي العام المطلق امر مستحيل تمام الاستحاله وذلك لان الافراد يختلفون فيما بينهم باعتبار البيئة الطبيعية التي يوجد فيها كل واحد منهم، وباعتبار العوامل الوراثية والمؤثرات الاجتماعية التي يخضع لها كل واحد منهم، وهو أيدوركايم يقول رافضًا أو يرفض فكرة الخير المطلق في الواقع، إذ يقول: "ليس هناك خير مطلق لا شائبة فيه". المرحلة طبعا التي نحن بصددها الان هي مرحلة النقد فإلى أي مدى وفق هؤلاء القائلون بنسبية القيمة الخلقية فيما ذهبوا إليه؟ الواقع أن ربط القيمة الخلقية بالإنسان وتعليل وجودها بميوله ورغباته واختياراته يفقدها خصائصها الروحيه ويجعلها حبيسه العالم الحسي الذي يتميز بالاضطراب والتناقض وهذا يتنافى مع الروح الاخلاقيه الساميه ويتعارض مع كل تنظيم اخلاقي يطمح الى تحقيق الكمال الانساني ثم إن المسلمة التي انطلق منها أنصار الأخلاق النسبية لا أساس لها من الصحة. فعلاً، كيف يكون الإنسان صانعاً للقيمة الخلقية ومحترماً لها في نفس الوقت؟ فأين مصدر الإلزام الذي يؤدي إلى احترامها؟ نعم سؤالك وجيه، إذ كيف يكون الإنسان هنا صانعاً للقيمة الخلقية؟ ومحترما لها في نفس الوقت يعني الإنسان نسبي كائن نسبي كما نعلم فكيف نتوقع منه صدور المطلق لأن القيمة الخلقية بطبيعتها مطلقة فأين مصدر الإلزام الذي يؤدي إلى احترامها في حين أن الإنسان هو مصدرها ثم إن القول بنسبية القيم الخلقية والاعتماد على المعايير الذاتية من شأنه أن يزعزع القيم في ذاتها بل هو هدم للأخلاق نفسها بل هو هدم للأخلاق نفسها طبعاً هذا يدعونا إلى أن تتزعزع ثقتنا في الطرح النقيض القائل بنسبية القيمة الخلقية طيب لناخذ مثلا السرقه والقتل هل هناك مجتمع يبيحهما هل من مجيب قلت لناخذ مثلا السرقه والقتل يعني هذه القيم السلبيه هل نجد في الارض مجتمعا يبيحهما الجواب لا شك لا لأنه لو أباحهما لانهار الاقتصاد ولا سر الرعب في المجتمع وفي المقابل سؤال هل نجد مجتمعا يرفض هاتين القيمتين الأخلاقيتين الصدق والأمانة مثلا لا شك أن الإجابة لا الان نتساءل عندئذ ماذا نستنتج من خلال هذه الامثله والاجابه نستنتج ان القيمه الاخلاقيه ثابته ولكن الاختلاف يكمن في كيفيه تطبيقها من مجتمع لاخر اي في الوسيله المؤديه الى ذلك لو أخذنا مثلا وأد البنات وأد البنات كقيمة أخلاقية وفضيلة في وقتها صارت بعد مجيء الإسلام قيمة لا أخلاقية منبوذة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال تبدل القيمة الأخلاقية فالقيمه الخلقيه قائمه يعني ان المجتمع الجاهلي كان يتخذ وسيله للتربيه هي وسيله لا اخلاقيه يعني كما ينبغي ان نحرص على القيم النبيله كغايات يتعين ان تكون الوسائل ايضا نبيله فلما جاء الاسلام استبدل واد البنات بالتربيه الحسنه من له بنتان فاحسن تاديبهما وتربيتهما وتربيتهما كانت له حجابا من النار او كما قال عليه الصلاه والسلام والخطوه التي نمضي اليها بعد هذا النقد الذي يعد كما نعلم تمهيدا دائما للدخول في الخطوه القادمه انها خطوه يتالف فيها الموقفان ويتعانق فيها المتخاصمان بعد جلسه بعد جلسه صلح مثلا انها خطوه خطوه التركيب في مقال ذي الطبيعه الجدليه والتركيب نقول فيه النتيجه من كل ما سبق ان القيمه الخلقيه تجمع بين المطلقيه في المبدا والنسبيه في التطبيق اذ القول بذاتيه القيمه الخلقيه هو نفي لكيانها المستقل واثبات لاثر الانسان في وجودها كما ان القول بانها مطلقه هو نفي لاثر الانسان فيها واثبات لوجودها المستقل نمضي الان الى اخر محطه من محطات المقال الا وهي الخاتمه او حل المشكله سؤال هل من نتيجه من حوصله نكون قد توصلنا اليها من خلال هذا التحليل لهذا المقال نعم الخلاصه التي نصل اليها من خلال هذا التحليل نجد ان الاخلاق مطلقه في مبادئها ونسبيه عند ملامستها الواقع احسنت اذا نخلص من خلال مقالنا هذا الى ان الاخلاق مطلقه في مبادئها ونسبيه عند ملامسه الواقع وتكون عندئذ مهمه الضمير الوصل هنا بين ما هو مثالي وما هو واقعي بين المطلق والنسبي بحيث يتحقق للفعل الخلقي الثبات من جهه الذي يميز كل قانون عام والتنوع الذي يلائم ظروف الحياه ويشعر الانسان بذاتيته وبحريته في التصرف اذا اعزائنا الطلبه الى هنا ننتهي من هذا الدرس اليوم لقاؤنا بكم يتجدد في درس قادم بحول الله الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله